تنزيل باف رابط نتائج السادس الإعدادي 2022 epidu.gov.iq وزارة التربية العراقية. تم رسميا إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022 موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية سوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال، حيث سيتم اعتماد الدفاتر الامتحانية وإعلان نسب النجاح للشعب المختلفة خلال سويعات فور التصديق عليها، حيث يتم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن علامات الطلاب في نتائج سادس إعدادي تمهيدا لنشر نتائج السادس الإعدادي في محافظات بغداد، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قاري، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، إربيل، دهوك. موعد نتائج السادس الإعدادي 2022 موقع نتائجنا. من المقرر إعلان نتائجنا نتائج السادس الإعدادي خلال سويعات قليلة على أن تكون متوفرة مطلع الأسبوع المقبل في حال لم تعلن هذا الأسبوع، مع العلم أن مديريات التربية ومراكز التصحيح انتهت من التقدير والتدقيق والمراجعة والرصد، ولم يتبقى سوى الأعمال النهائية تمهيدا للتصديق عليها. إعلان نتائج السادس الإعدادي 2022. ظهرت منذ قليل النتائج المهني لجميع الفروع على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية، على أن يكون مطلع الأسبوع المقبل هو التوقيت النهائي لظهور نتائج السادس الإعدادي في كافة الفروع بشكل رسمي، وكانت نسبة النجاح الأعلى للفرع المهني لمديرية التربية العراقية سجلت في الكرخ الأولى بنسبة 3.6% وحازت على المركز الأول ضمن نتائج السادس الإعدادي الدورة الأول، وفي المركز الثاني كانت إدارة الرصافة الأولى بنسبة 1.6%، وفي المركز الثالث إدارة نينوى التعليمية بنسبة 1.6%. وعن الطلبة الأوائل على الفرع المهني، حصلت الطالبة مريم حازم شعلان على معدل 98.75% من إدارة الديوانية، وفي المركز الثاني من إدارة الرصافة الأولى حصل الطالب علي كريم معلي على معدل 98.75% من بغداد، يليه الطالب عبد العزيز عباس حيث حصل على معدل 98.38% من كربلاء. خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2022. التوجه إلى موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية. إدخال اسم الطالب أو رقم المقعد. اختيار المحافظة. النقر على زر عرض النتائج. نتائج السادس الإعدادي 2022 الدور الأول. المحافظة. الحالة. رابط التنزيل. إينوى. في الانتظار. ظهرت. ديالى. في الانتظار. ظهرت. الكرخ واحد. في الانتظار. ظهرت. الكرخ اثنان. في الانتظار. ظهرت. الكرخ ثلاثة. في الانتظار. ظهرت. الرصافة واحد. في الانتظار. ظهرت. الرصافة اثنان. في الانتظار. ظهرت. الرصافة ثلاثة. في الانتظار. ظهرت. النجف. في الانتظار. ظهرت. ذي قار. في الانتظار. ظهرت. القادسية. في الانتظار. ظهرت. صلاح الدين. في الانتظار. ظهرت. واسط. في الانتظار. ظهرت. إربيل. في الانتظار. ظهرت. السليمانية. في الانتظار. ظهرت. دهوك. في الانتظار. ظهرت. الأنبار. في الانتظار. ظهرت.
بابل في الانتظار. ظهرت البصرة في الانتظار. ظهرت كربلاء في الانتظار. ظهرت كركوك في الانتظار. ظهرت ميسان في الانتظار. ظهرت المثنى في الانتظار. ظهرت